يميز فريق سيراميكا النهارده من وجهة نظرك كابتن محسن؟ اولا ما عليهوش ضغوط معلوش ضغوط خالص، حلوه دي. نعم، مباراه السوابق بتقول انه في كل المباريات بيلعب بشكل جيد امام النادي نعم. الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي مش جديد عليه، نعم. النادي الاهلي مش بعبع عليه، النادي الاهلي بجماهيره مش بالرغم هيخوفوه. من انه 9 مباريات الاهلي فاز في 7 والتعادل في 2، لكن زي ما حضرتك قلت انه لو خسر ما فيهاش مشكله بالنسبه له، بالنسبه له ما ما عندوش فيش ضغط مشكله، الخساره، يعني بالعكس عنده امل الفوز طبعا بس ما عندوش ضغط الخساره. انت هتجد ان كل الناس نعم النهارده بتشيد بفريق سيراميكا صحيح، رغم الخساره، نعم. لكن لو اتعكست الايه والنادي الاهلي اللي خسر وعامل مباراه هايله الناس ما الناس بتحتملش. مش هتبقى نعم مبسوطه، نعم لكن هو كفريق فريق منظم بيلعب كوره نعم فيها الجرأه. انا احب الفريق المحترم، نعم الفريق المحترم يا كابتن شوبير هو اللي بيلعب الكوره صح. نعم الكوره الصح هي فيها حاجتين، معاك الكوره بتهاجم، نعم معاكش الكوره نعم بتدافع. بتجيبها تاني. ما ينفعش يبقى معاك الكوره وبتدافع، نعم فاهم؟ صحيح، يبقى انت مش فريق محترم. نعم هو فريق محترم، في نعم كل مره استحوذ تحول، نعم في كل مره استحوذ تحول بجرأه وبعدد مناسب. يعني احنا ما شفناش ايه الفرقه كلها بتهاجم، لا، نعم الفرقه كلها موجوده، في عنده 2 راسين حربه او راس حربه نعم وجناح او لعيب خط نص ب3 لعيبه بيعمل لك خطوره. صحيح، الكره بتتقطع بتاكد انه في خطوط دفاع واقفه الارتداد سريع. متمركزه نعم بشكل جيد، نعم فريق منظم، فريق فاهم. هو اعتقد انه نعم سبب خساره الفريق النهارده ان احنا في بدايه موسم نعم بالنسبه له، هو مش نعم جاهز. السبب الثاني ان هو جواه ما زالت حته انه بيلعب النادي الاهلي. صحيح، خلينا نروح لفاروق.